عاملين ايه؟ ربكم بخير. النهارده هنعمل معاكم نسكافيه وايس كوفي. النسكافيه اللي هو النسكافيه اللي هو السخن، والايس كوفي اللي احنا بنعمله ساقع. بس هنعمله لكم المره دي بالشوكولاته. طبعا هو زي ما انتم كده شايفين، اول حاجه هنحتاج نسكافيه، دي البلد اللي جايباها، وهنحتاج لبن بخيره او لبن عادي، وهنحتاج تلج عشان الساقع. هنحتاج طبعا كوبايتين عشان نعمل سخن وساقع، وهنحتاج شوكولاتة كابريا او اي حاجة. ليه بقى احطها في كوباية؟ عشان هنا انا غليت مية. علشان نسيحها. طبعا هو بعد ما حطيناها شايفين ساحتها ازاي، هنسيبها على جنب كده لغاية ما نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنبتدي بالمشروب السخن عشان عبال ما نعمل الساقع ولا نعمل ايه. هنبتدي بالاتنين مع بعض، هنعمل السخن وبالت. طبعا هو حطينا لبن يغلي، هنعمل بقى الساقع وبالت. طبعا فتحت الشوكولاتة، هنبتدي نحط في الاتنين. طبعا هو زي ما حضراتكم شايفين حطينا الشوكولاته في الكوبايتين. هنبتدي بقى ننزل على الكوبايه واحده منهم بالتلج. ماشي، وهننزل عليها برضو باللبن. وهنا هنحط اللبن اللي احنا غليناه. هنبتدي بقى نعمل معاكم النسكافيه. طبعا هنا جبنا كوباية صغيرة وحطينا فيها السكر، وجبنا ازازة ونحط برضو فيها السكر احنا عايزينه. طبعا هنا كده كيس نسكافيه نحطه هنا، والكيس التاني هنحطه هنا. بس كده طبعا اهو حطيت الميه. كميه الميه بنحطها هنا غير اللي بنحطها هنا. اللي في الاجابه بتبقى كميه ميه اكتر من اللي هنا، يعني شايفين اللي في الكوبايه بيبقى يدوبك. ان انت تقلبيه على ايدك. طبعا في اللي هي الطاغوطة اللي هي اللي هي في بالكهرباء، وفي اللي هي بتبقى اسمه ايه ده وطراولي. ماشي، كده معانا اللي في الازازه، هنركه وارجع لكم. طبعا اهو ده اللي في الازازة، هنبدأ نرج فيه تاني. وده اللي في الكوباية برضو، هو المفروض يفتحها خالص مش عايز، يعني لو اتحط كده. طبعا هنقلب كده شوية. قلب وارجع لكم. طبعا اهو كفاية كده شقرة. ده اللي هو هنحطه على السخن. ده السخن، طبعا ده السخن، فاحنا هنحطه هنا على السخن. حطه على لكم. وفي الساقع هنبتدي نحط ده. طبعا هنبتدي هون نقلبه. حلوة قوي. ندوس الساعة الأول كده سخن.
انا بحب السخن قوي، مع ان الاتنين بيفوقوا، بالذات الساقع هي تحفة. يلا باي بقى، واستنوا في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو فاتجو وعجبكم.